قبل كل شيء بس دقيقة، أنا أمنيتي صراحة يعني إن أبو ناصر يوافق على شيء واحد، إنه يطلع معي كشتة. إي والله يتكلم جد، وأبغاه يقول لي ودعت الله نلتقيكم على أنا خفت من الصدق. أنا وجهة نظري إن أبو ناصر سيعتزل الإنشاد. لا أنا بقول لك بقول لك أستاذ يا حبيبي، أنا أساسا مو إنشاد عشان بس ما تقيمون على إنشاد وأتوحي. أخوك مازن المالكي ونعم الله من الرياض، يحتاج العمر ولا خليه موجود مكتوب عندك؟ موجود لا 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 تخبيه طال عمرك. صعب واحد يقول 52. أي والله صح. زين نقص من هاي. طبعا موهبتي بإذن الله أنها تعليق صوتي. ما شاء الله. تعليق وليس تقليد. ليس تقليد، ما تقلد أصوات. لا ما أقلد أصوات، تعليق صوتي وثائقي أخبار مثلا، يعني رد آلي إلى آخر شيء هذا. نعم. طيب يعني عندك اهتمامات غير الموهبة اللي عندك الآن هذه؟ إيش الاهتمامات؟ وش تهتم؟ والله أنا عندي استوديو صغير جدا في البيت، أهندس فيه صوت، أخذت في دورات بسيطة وكذا، فأطلع بعض الأعمال البسيطة جدا اللي يعني نفس الموهبة. أنا أتكلم اهتمامات غير الموهبة. الطبخ. إيه أنا أضبط لك كبسة حاشي يا أبو ناصر. طيب انت مضغوط، انت مهندس صوت يا مازن صح؟ مو مهندس. قبل شوي شغل الصدى وارتعبت، شو السالفه؟ لا ما ارتعبت. وين المهندس؟ ما ارتعبت يا ابن حلال، انا قاعد اغني وانشد واشوف ابو ناصر. انت خفت من ابو ناصر يعني؟ الرعب فيني كذا، وحسيتي بيقول لا ما يطالع معك. تخيل يا مازن اللجنه تقول لك انت ما عندك سالفه. اذا قالوا ما عندي سالفه انا راح اثبت لهم ان عندي سالفه. والله اللي مثلك انها تنشر اخوته. الله يسعدك. اي والله لو من هنا للباب والله اني انا ما اشوف افرح. تكشت معه ولا ما تبكاش؟ الا والله الا والله اليوم ابو ناصر والله تم والله انشر الحاشي علينا يا حبيبي. لكن انا برجع للالقاء. سم. انت تقول يعني عندك استوديو، اكيد ان عندك اعمال خاصه. صحيح. اكثر من جهه يعني. اي يعطيك صدى عشان يطلع. علموني قبل مالك. أردني منك إلي، أرد من بعضي علي، لا تكن صلفا غليظا، فلتراعي الله فيا. أتراني كنت يوما، أتراني كنت يوما، نسيت الباقي. راحت الكشتة علي. الله عليك. عندي أرد الآلي كذلك إذا بتبغى أعطيك شيء بسيط. ما شاء الله. مرحبا بكم في شبكة المجد الفضائية للغة العربية، فضلا نختار الرقم واحد، عفوا لم يتم الاختيار. طبعا عطنا بالإنجليزي. ما شاء الله. I didn't know. صعب شيء والله. قالوا نبغى مضغوط حاشي، فقلت ابشر والله، خاصه ابو ناصر يعني عبد الله العبودي، لاني تزحلت فيها اصلا وقلت له اني اضبطك بكشته ان شاء الله، وقال نبغاه الليله. الله يستر.